عزيز احمد اوجه تحيه للزميل العزيز والاخ علي سالم ونشكر تواجدكم في هذا الوقت المتاخر لدعم اناس لا تستحق تمثيل المنتخب الوطني ولدعم شباب لا تستحق ان ترتدي فانيله المنتخب الوطني. انتقلت الى رحمه الله تعالى هذا اليوم الكره العراقيه رسميا في احد ملاعب قطر. ما هذا الاستخفاف بمشاعر الجماهير؟ الى متى راح نحكي بالعاميه؟ الى متى هيك مشاعر الشعب العراقي انتم مستهينين بيها؟ يعني كل شيء سووه لكم ما خلوا شيء ما سووه، من طياره، من مدربين، من معسكرات، يعني والله ما نعرف، والله العظيم. يعني انا اقترح انه نشكل، مع احترامي للاخ العزيز الاستاذ مهدي المشجع، انه نشكل رابطه لمشجعي منتخب العراق لكره اليد او الطائره او السله، هاي الالعاب المظلومه، واطلب من كل البرامج الرياضيه من ضمنهم البرامج اللي اعمل به عدم دعم كرة القدم، لأن كرة القدم انتقلت إلى رحمة الله تعالى. وأدعو من خلال شاشتكم الكريمة إلى تنكيس العلم العراقي غدا، لأن هاي نكسة كروية كبيرة. لم يتعرض العراق لهكذا نتائج، 10 مباريات العراق منتهي بكرة القدم. يعني والله ما أعرف شو أقول، يعني والله احنا صوت اللي مفروض يكون من القلب، بس احنا ما نقدر نذكر أسماء لاعبين ولا نقدر اكو ناس بالمنتخب. كافي يا عمي، كافي والله، كافي والله. كل فقير اللي يبيع كلينكس بالشارع يشجعكم، واللي قاعد بتجاوز يشجعكم، هاي فرحته. كافي عمي، طلعوا خل تجي ناس تفرحهم، كافي. كابتن